الضاحي كلها بجنوب، ما في حدا الحمد لله، بس تفضى الضاحية معناته فضت بيروت كلها. هذه العبارة تختصر يوم الضاحية الجنوبية لبيروت في أحد الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب. فعلى الرغم من اعتياد أهل الضاحية في كل نهاية أسبوع أن يقصدوا قراهم، إلا أنهم ما اعتادوا إفراغ ضاحيتهم كما شهد يوم الأحد الانتخابي. إجمالا اليوم الحركة شوي خفيفة، تعرف العالم كلها بتطلع على في انتخابات، يعني بتطلع بالضياع، وعادة سبت أحد العالم بتطلع لفوق، يعني فهلا في إنه حركة أكثر بالنسبة لانتخابات ووضع، يعني مش مثل الحركة العادية إجمال نهار الأحد. يعني كل ما شايفي ولا راكب، ما بين ولا راكب، يعني ما في حركة، بتحسي كأنه حالة حرب، يعني في المقيم، يعني الحرب أحلى من هيك بتلاقي عالم في المقيم. أغلبية المحلات كانوا يفتحوا اليوم، كمان اليوم سكرين، يعني بكون في كتير عالم بتجي وفي أسواق فاتحة، بس هلأ لأنه الانتخابات عم بتصير ما في سوق وما في عالم. سوق اليوم الشرق خفيف لأن كل العالم طلعت على الضيعة على الجنوب للانتخابات. وعلى الرغم من أن للضاحية أبناء من مختلف المناطق اللبنانية، إلا أن غالبيتها القاطنة جنوبية المنشأ والجذور، ولصالح تلك الجذور أفرغت الضاحية من ساكنيها ومتسوقيها في صورة متغيرة نسبيا عن كل نهاية أسبوع من أجل استحقاق انتخابي يؤمل في زخمه اندفاع مشابه في الاستحقاق النيابي المقبل.